لو كان الناس يستشعرون أن الله يراقبهم والله سيتركون المعاصي، سيتركون إيذاء بعضهم لبعض. ليش؟ لأنهم يستشعرون أن الله يراقبهم. انظر، لما وضعت كاميرات المراقبة على السرعة ساهر ترك الناس السرعة. ليش؟ لأنهم يستشعرون أنهم مراقبون. أليس الله جل وعلا قد أخبرنا بأنه يراقبنا وأن ملائكته تسجل أعمالنا؟ ألم يقل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم يقل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ لو كان الناس يستشعرون أن الله يراقبهم، عنده أعظم من الكاميرات. الكاميرات ما تصور إلا الظاهر، ولا تصور إلا من جهة دون جهة. مراقبة الله للظاهر والباطن، ومحيطة بالإنسان من كل جانب. وهكذا لو كان في القلوب معاني أمر الله بها من رحمة الخلق، من محبة بعضهم لبعض، لكان ذلك من أعظم الأسباب المؤدية إلى تماسك الناس وتآلفهم وتعاطف بعضهم مع بعضهم الآخر. ومن ثم نحن في أشد الحاجة لأن نزرع ما في هذه القلوب، لأن نعيد غسلها. وأنتم اليوم الموجهون، أنتم من يرشد الخلق. لا تستصغر كلمة، قد تأتي كلمة ويترتب عليها الأثر الكبير، بس خلها لله. والله جل وعلا يتولى جعل النفوس تتأثر بكلمتك. وبالتالي إذا قدمت يوم القيامة قدمت بأعمال كثيرة، فإن من كان سبباً في هداية أحد من الخلق كان ذلك من أسباب نيله لأجر مماثل لأجر ذلك المهتدي. ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.